فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستسقط دولة الفرس ودولة الروم تحت المسلمين، وأن المسلمين سيملكون ما عندهم من الثروات، ولكنه سأل أصحابه: ماذا تكونون حين ذاك إذا فتحت عليكم الدنيا واستوليتم على ممالك فارس الفرس والروم؟ ماذا تكونون؟ أي قوم أنتم؟ فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قولا حسنا: نكون كما أمرنا الله، كما أمرنا الله ورسوله. فهذا دليل على قوة إيمانه رضي الله عنه، وعلى أنه لا يتغير موقفه من الإيمان بسبب الثروة أو بسبب، فهذا من باب حسن الظن بالله عز وجل ولما يجد في قلبه رضي الله من قوة اليقين. وهو معروف أنه ثري الصحابة، أنه كان عنده ثروة عظيمة، ومع هذا لم تطغه ولم تنقص من فضله وعبادته، لأنه عرف قدر الدنيا، أخذها ولم يغتر بها، وإنما أخذها لمقاصد حسنة، للإنفاق في سبيل الله عز وجل والإحسان إلى المحتاجين. فهو أخبر عما في نفسه وما يجده رضي الله عنه.